قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 12 جويلية 2024 بتخفيض العقاب في حق المتهمين في مقتل عمر العبيدي من سنتين إلى سنة مع تأجيل التنفيذ. اللي كنتوا تسمعوا فيه هو الحكم اللي صدر في قضية عمر العبيدي، أو القضية اللي تعرفت بهاشتاك تعلمهم، قضية أثارت الجدل من 6 سنين. قضية عمر العبيدي مشجع النادي الإفريقي ولد 19 عام، بدأت بتاريخ 31 مارس 2018. المكان هو ملعب رادس. نهار السبت 31 مارس عمر مشى يتفرج في ماتش بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين، الماتش اللي لا عمر باش يكملوا ولا باش ينجم يروح لدارهم. عمر العبيدي باش يتلقاه صباح 1 أبريل 2018 وهو جثة بعد ساعات طويلة من البحث عليه. شنو اللي صار؟ المحب النادي الإفريقي، قرابة 20,000 مشجع كانوا موجودين في الملعب مع الشوط الثاني باش يتم اتخاذ قرار بإخلاء الملعب بسبب مناوشات بين جماهير النوادي زوز. مناوشات من بعدها باش يتلقى عمر العبيدي في واد مليان، ولهنا باش يبدا الحديث على مطاردة أمنية. برنامج ما لم يقل في أبريل 2018، هكا تبع اللي صار مع شهود العيان واللي منهم خو عمر اللي هكا حكي. سمعت العبيد كل الشهود اللي كانوا معاه الولاد، فهمتي اللي نجزوا الولاد الكل قالك بوليسي خلت ورانا، وقفوا الكامبيات هنا، وقفوا الموتورات الاكستيات، هبطوا على ساقيهم بالمتراك حاوزوا فيهم، اهبط في الماء اهبط في الماء، العبيد في الماء وهم يضربوا فيهم بالغاز. هبطت برشا معاه، هبطوا معاه وبرشا اصحابه، وعندي نوامرهم وعنده فما شكون خلي فما فيديوهات كيفاش يضربوا فينا بالغاز في الماء، كيفاش يضربوا فيهم بالمتراك، العوين على ساقيهم، هبطوا لهم هنا وهم هربوا هربوا بعد صعيب، وعند عنده حتى شيء في غابه تحمي في الشجر، انت تحمي في الخضار كيفاش تحمي بالمتراك على ساقيهم، تاك يضربوا فيهم في المتنين نتاع الليدر ما يروحوا في الماء. قال له خويا منهم بوليس، قال له راني ما نعرفش نعوم، تخبى فما واحد اخر متخبي تفل يسمع فيه وعندي نمرويه ومستعد يعطي شات. قال له اهبط تعلم عوم، هبط تعلم عوم، شافوه بغرق قال له وين سدوا رواحنا راهو دار في غرق بالرسم. وهذا شهد عين اخر كان موجود وقتها. امبارح صار الماتش فما مشاكل يا خويا نتاع جروبات، هذيك دخل فيها الحاكم يضرب فينا بالغاز، خرج فينا من الصطاد، بعد دار يحاوز فينا البر يضرب فينا بالغاز ويحاوز فينا لهنا. وصلنا يا خويا لهنا، الله يرحم اخويا صاحبي ولد عونتي، وصلنا لهنا دار الوقت حصروا العوين، تلفت له يعمل له قال له راه وقت حصروا العوين دار يعمل له يا معلم راني ما نعرفش نعوم، دار ضربه بالغاز ودزوا المشط يعمل له امورك هذيك ما تعرفش تعوم، كان تعرف يا خويا اخرج واحد. قداش من واحد تحته في الواد؟ 3. وانت كنت معاه معناها كي؟ كنت معاه وبعدت عليه. تسجيل خاص تحصل عليه فريق البرنامج في 2018. الحارس كان موجود على عين المكان وقتها، لكنه من بعد أنكر أنه كان موجود. كما فيديو وثقه واحد من الحراس الموجودين على عين المكان العملية المطاردة قبل ما يبدل أقواله وينكر أنه كان حاضر وراء عمر وهو هارب. شنو سر هالحارس وشنو لغز الفيديو اللي وثقه وتقال أنه تفسخ؟ ما لم يقل يتحصل على تسجيل صوتي حصري للحارس فيه يوصف اخر دقائق العمر قبل ما يغرق. هي ضم فرس انا من فوق طن سوا هاو ضم معاه الحاكم فيها حكايه ها مش جروبات لا ها ري طما هاو هم هنا ضم حيمي ضم ربوب فهمتني هما لهنا هبطوا لهنا هذيك انا نصور فيها من فوق هذي كلها حاكم لهنا هذوم هنا زاد والله يرحم والديك والله اي بس بيه الحكاية مش يعني كل هذي حق والله ليش مش كل سجروبات لحد شيء خالت وراء الحاكم ليه 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 بس استادوين انت تبعهم لهنا ما انت قصد قديش ما انت ما ريت دور شوي والله يرحم والديك والله هذو ما حاكم هاي رئيس منطقة ومعهم زوز ومعهم الولاد اللي طاحوا ومعهم زوز اللي منعوا هنا يوريو لهم هما وراو لهم كي هزوا الغواصه وهزوا الخيوط وهزوا فهمتني هما يوريو لهم يقولوا لهم وريو لهم وين بالضبط باش نغطسوا
هاو ترى عمو في السكة هاو هادوما الزوز هادوما هادي يقولي ريش مكة هادوما بالكرباء فما غاز ولا سام ضربوا بالغاز لا لا ولا حاكم خلطوا وراها بالكرب بالكرب كاو من الأول نورمال لقاز الشيء يجري بجري يجري في جري يشدوه بالمطرات فهمت هما رميوا روح يمشي مشي طول طول ما يعرفوش ما يعرفوش ما يعرفوش من الناس روحوا اللي عم يغسلوه هيك هم كلوا مينوس فهمتني جبدهم من مين في ميت الله يرحمه كين حيين لا الاخرين منعوا الاخرين اصحابهم الاخرين تفل ميت حسب الحكيم ليه ما تو غادوا تو ملاو غادوا ما لقاوش تشرشوا الصباح النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وقتها العميد خليفة الشيباني صرح الموقع نسمة نهار لحد غرة أفريل 2018 يعني ساعات قليلة بعد انتشال جثة عمر ما يراج من أخبار حول إرغام الوحدات الأمنية لمحب نادي الإفريقي عمر العبيدي على الإلقاء بنفسه في مجرى ويد مليان بيرادس على إثر مطاردة أمنية ولهنا تكونت زوز روايات رواية الشهود اللي كانوا موجودين في استاد واللي أكدوا وجود مطاردة أمنية ويرشحوا أيضا فرضية قتله والرواية الثانية هي رواية وزارة الداخلية اللي نفيت وجود عملية مطاردة من أساسه 14 عون تمت إحالتهم بحالة سراح من أجل محاكمتهم والتهم اللي توجهت لهم وقتها كانت القتل غير العمد الناجم عن التقصير وعدم الاحتياط وعدم التنبيه وعدم إنقاذ حياة شخص وهو في حالة خطر 4 سنين من بعد معطيات أخرى تظهر في الملف بالتحديد عام 2022 برنامج الحقائق الأربع يتحصل على تسجيلات فيديو تثبت حصول مطاردة أمنية الحقائق الأربع بحثت في الموضوع نجمنا نتحصل حصريا على مجموعة من الفيديوهات من داخل ملعب رادس نهار 31 مارس 2018 ومنها فيديوهات أخرى بحث الوادي اللي غرق فيه عمر العبيدي السبت 31 مارس 2018 لأربعة وتسعة واربعين دقيقة هذا فيديو من داخل ملعب رادس المناوشات بدأت بين الأمنيين والجماهير قاعدة تهرب من الملعب وهذم مجموعات من الجماهير هاربين من القوات الأمنية شادين الطريق لخروج من البوابات الرئيسية لملعب رادس فيديو مدته 4 دقائق يظهر الحالة اللي كان عليها رادس نهارتها 10 دقائق من الفوضى والهروب 4:59 الباب رقم 28 الجماهير خارجة تجري وراهم أعوان الأمن قاعدين يخليوا في أحواز الملعب من الجمهور أما المطاردة ما هيش باش تقعد في حدود الملعب 5:16 ربع ساعة كاملة من المطاردة في 3 مسالك باش تخلي المسلك هذا اللي على الكياس واللي فيه سيارات أمنية معبية بعدد من الأمنيين تشد الكياس هذا اللي يبعد 200 متر على الباب رقم 28 باش تشد ثنية ورا مجموعات من الجمهور اللي سلكت نفس الكياس دقايق باش تخلي سيارات الأمن تخلط للمنعرج هذا من الكياس القريب من القرية المتوسطية برادس واللي نشوفه فيه الفيديو هذا عمر العبيدي كان مع المجموعات الهاربة هذه كان مع نفس المجموعة اللي طاردتها القوات الأمنية من الباب رقم 28 بعد ما تحصر مع أصحابه في الكياس وما عادش ينجم يهرب شد معاهم ثنية ويد مليان واحدة من السيارات الأمنية ثلاثة كما قاعدين تشوفوا في الفيديو هذا باش تقف وسط الكياس وتهبط عدد 16 أمني من السيارة باش يخلطوا ورا الجمهور ويسلكوا طريق الغابة ثنية واد مليان الأمنيين تم سماحهم يوم 25 أفريل 2018 وعند سماحهم في يوم 25 أفريل 2018 أنكروا المطاردة تماما قالوا رانا ما قمنا حتى عملية مطاردة ولم نتجاوز حدود البوابة 28 معناها كنا بقينا في البريمتر بورت 28 وعمرنا ما فتنا لكن عندما تمت مجابهتهم بالتسجيلات شي يقولوا حرفيا رانا تقبلنا في المقهى المقابله لفرق لباحث البدايه فرقه الجورجاني واتفقنا على كذب وحرفيا يستعملوا تعمدنا المغالطه على خاطر خفنا من الراي العام الصور هذه تكشف انه المطارده وقعت من الطرف الامني ووصلوا حتى للواد
اللي بشي تلقى فيه عمر العبيدي ميت بعد ما غرق في الماء. مطاردة دامت حتى للخمسة وثمنتاشن دقيقة حسب الفيديوهات هذه. لكن يتمسكوا من جديد برواية جماعية. الرواية الجماعية هذه اللي هما عمرهم ما وصلوا إلى الواد معناها في حدود السيارات هذيك ما تجاوزوش 10 متر و15 متر في حين أن العملية دامت أكثر من 7 دقائق والتسجيلات تثبت وصولهم إلى الواد. معناها التسجيلات كانت واضحة تثبت الوصول تاعهم للواد ورغم ذلك يتمسكوا بالرواية الجماعية الجديدة هذه اللي ما فيها اللي هما فقط معناها وصلوا إلى الحدود نتاع الواد واللي يقول راني وقفت واحد وأرجعت للسيارة واللي يقول راني فقط معناها أنا موصلتش وصلت فقط للشجرة اللي قبل الواد ولا واحد فيهم قال راني وصلت للواد. نفس الصور نشوفوا فيها عملية مغادرة وهرب من الجمهور وبعد تام على القوات الأمنية. صور ما تكشفش اعتداءات من الجمهور على الأمن بقدر ما إنها تكشف عملية مطاردة دامت 16 دقيقة على مسافة كيلومتر و210 متر. وهذا اللي زت أكده محامي العائلة الأستاذ تومي بن فرحات وقتها. التسجيلات تثبت بوضوح كما كنت توريه توا أنه المطاردة معناها اللي تم إنكارها كما كنت نحكو في الوحدات. هو النقطة الأساسية أنه المطاردة أنكرت من الأول قال ما فماش مطاردة. أنكرت من الأول وخرج وقتها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في ذلك الوقت وأنكر المطاردة نهائيا جملة. من بعد معناها عندما تمت المجابهة نتاعهم بها الدليل العلمي خاطر هو الدليل هذا أول دليل علمي جاء فما تسجيلات تثبت المطاردة. ففي الوقت هذاك ما عندهم حتى حل إلا أنهم يعترفوا ويعترفوا انهم تعمدوا المغالطه. راهو انا الكلمه هذه خطر تاثر فيها برشا على خطر ناكد لك كان جات موجوده في اي طرف اخر اي مواطن اخر يقولها راهو تم ايقافه. يا خطر من تعمد المغالطه في مرحله اولى سيتعمد المغالطه مرحله ثانيه ورغم ذلك يتعمدوا المغالطه مره ثانيه وهكا شفتوا معناها المطارده واضحه جليه ما فيها حتى نقاش في وتجاوزنا حدود المطارده. يمكن احنا نحكيو على اكثر من كيلومتر اكثر من كيلومتر اكثر من كيلومتر و200 على الباب 28 للمنطقه للبلاصه هذيك اكثر من كيلومتر و200. الشهود كانوا واضحين في شهادتهم انه تم ما اختارش ما قالش انا ننقز انا وحدي نهبط للبيت. هو الوحيد اللي قال ما نعرفش نعوم والكلمة هذه موجودة ماهيش مجرد هاشتاج. فيقول ويحدوا الأماكن بالضبط يقول راه تم الاعتداء على الفخذ الأيمن والفخذ الأيسر ثم على ظهره ثم يتم دفعه بالرأس نتاع المتراك معناها في القفص الصدري. يجي التقرير الطبي من بعد 6 أسابيع والتماهي تم تطبق تم يقول صحيح سبب الوفاة هو الاختناق على إثر ابتلاع الأوحال لكن يحدد أماكن نتاع أثار عنف واللي هي نفس الأماكن. نوفمبر 2022 يصدر الحكم الابتدائي في قضية عمر العبيدي، حكم بعامين بالسجن في حق 12 أمني بتهمة قتل على وجه الخطأ وتم حفظ التهمة في حق زوز أمنيين أخرين، كما تم أيضا حفظ الحق في الدعوى المدنية لورثة عمر العبيدي ورفض بقية الدعاوى المدنية المقدمة. وبعد ما صار استئناف الحكم هذية وبعد عدة جلسات مطولة، نهار الجمعة 12 جويلية 2024 محامي عائلة عمر العبيدي يهبط بوست على صفحته الرسمية على الفيسبوك ويقول فيها: الأمن فوق القانون والمحاسبة، فضيحة جديدة، الحكم بعام سرسي في قضية عمر العبيدي بعد 6 سنوات و3 أشهر و12 يوم وبعد ما العالم الكل استنكر الحكم الابتدائي الفضيحة امتع القتل على وجه الخطأ. اليوم تتواصل المهزلة ويتم النزول بالعقوبة من عامين نافذين إلى عام واحد فقط ومؤجل التنفيذ يعني سرسي. الجمهور على فلام يشد عام نافذ والأمن على قتل يخو عام سرسي. عند الله تلتقي الخصوم والله أعدل الحاكمين.